هذا هو المشكل هذا هو المشكل اللي كاين وانه كل شيء ضد التفاهه ولكن ولكن الناس كيتفرجوا ونسب المشاهده عاليه دونك مش بانه خص القانون هذا الدخل، لانه نتوارى بان الامور تتجه الى ما لا تحمد عقبا دور نتوارى تمسرعين في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه منصة يوتيوب ني الفيسبوك نتوارى شي تمسرعين مخله بالاداب مخله بالحياء دونك اعتقد انه يجب ان يتدخل القانون هذه اضطر منايا باش باش شيء ديري واضح انه نكوركيج ديني الافق مسدود على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي العلاقه ينسق الراي العام المشاهدين والغريب في الامر المفارقه العجيبه هو انه يوزان فاروجن وين قلت كن مثلا روتيني اليومي غاس نسب مشاهدة عالية غاس نسب مشاهدة مغطس دونك يخص القانون هذا يدخل باش على الأقل أتف غاس ديليميت غاس الحدود وسنتجاوز نشي أه مستقبل